كوكب، عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تعال، ابوك فين؟ جوه. مين يالا؟ يا حاج عامل ايه؟ منور يا حاج. نورك يا حبيبي. هات لي اشرب يا مالك. هات لي جد واشرب. بتغششني غلط. انا غششتك ولا عملت حاجه يا حاج؟ يعني انت كنت بتجاوب غلط. لا والله. روح يا حبيبي هات لي كوبايه ازاز. انت بتعمله ايه؟ جد وحشني يا حبيبي. هات لي كوبايه ازاز. يلا يلا. اهدى يا حاج، اهدى. انا فاهم. اهدى اهدى. تعال نقعد تعال نقعد. انا هفهمك. اهدى اهدى. انت نتشت مني الورقه واحنا في الحضانه. انت نتشت مني الورقه ما لحقتش اجاوب. يعني انت كنت بتجاوب غلط. لا والله. اخش هات له في حله. خش. لا والله حاجه. اهدى بس. وانا كنت عارف. اهدى فين بس؟ انت كنت عارف. انت سقطتني. انت انا كنت عارف ان انت هتنتش الورقه. اهدى بس كده. يعني انت ما انت بتجاوب غلط اهو. يعني ما لحقت اجاوب. انت واخدت مني القلم. اهدى يا حاج. اهدى بس. اهدى بس. لسه في امتحان تاني ان شاء الله. المهم انت مزعل امي منك ليه؟ ما انت عارف ان انا خلقي. لا في دي عندك حق. انا عارف يا حاج. الستات دي ما بتجيش الا بالشده. اسمع مني. في دي عندك حق. انا كل يوم بصبح عليها بعلقه ومسي عليها بعلقه. كنت نفسي تطلع لابوك. في دي بقى عندك حق. انا نسخه منك يا حاج. ما قلتليش انت مزعلها ليه؟ عماله تشتكيلي. تخبط راسها في الحيط. اهدى بس. اهدى بس. الشيطان دخل بينكم. وفي شياطين في رمضان. اي حد دخل بينكم يا حاج. اهدى بس. المهم ايه اللي حصل بقى؟ انا اقول لها اعمل لي كوبايه شاي تقول لي اعملها لنفسك؟ يا وصلت الدرجه يا حاج. يرضيك؟ لا ما يرضينيش. شفت بقى يرضي عداك العيب. انا قلت في حد دخل بينكم يا حاج اكيد. بس ده اللي ما وصلنيش يا حاج. امال ايه اللي وصل لك؟ يعني اللي وصل لي ان انت جبت بقدونس مكان الكزبره. ما انت عارف ان انا ما بعرفش افرق بينهم. بذمتك انت تعرف تفرق بينهم؟ لا يا حاج معلش. لا انا غيرك. معلش اعذرني. انا ما بنزلش السوق. ما بتنزلش السوق؟ ابنك مسيطر يا حاج. قصدك ايه يا يالا؟ لا ما اقصدش. اهدى بس يا حاج. اهدى. اقصد يعني ان انا مأخرها على كده من ساعه ما اتجوزنا. ابنك طالع لك خلقي. روحي هنا يا حاج. بكر زي ابوك. امال ايه؟ ما انت فاكرين. حاضر جاهز. بوري بعد اذنك يا حاج. عندي شويه مواعين هما اغسلهم وهجيلك. انت بتغسل مواعين يا حالتها؟ بس بغسل مواعين بميه سخنه وهي اللي بتسخن الميه. وان كان عاجبها. ذكر يالا. امال ايه؟ طالع لك يا حاج. خمسه وجاي. يعني انت كنت بتجاوب غلط؟ لا والله. اخش هات له في حله. خش هات له في حله. عم ابوس ايدك. طلع حله ايه يا عم؟ ما انا بوزعها. خد. انا متفاجئ. ما انا مش كاتب ده كله. ما مشيت مع ده مش هيكمل دقيقه. خد. يلا. امال ايه اللي وصلك ان شاء الله يا عم؟ هي بتقول ان انت جبت بقدونس مكان الكزبره.